اهلا وسهلا فيكم اعزائي المتابعين والمنتسبين معنا في حلقه جديده. قبل ما نبدا بموضوع حلقتنا هذا اليوم، طبعا حاب اذكركم انكم يا ليت تدعمونا باللايك، لانه هذا بيفيدنا جدا. فاذا ما كنت لسه عملت لايك، انسى اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس. وخلونا نشوف حاليا الموضوع اللي معانا لهذا اليوم. احد الاخوه المتابعين كان عنده مشكله في عمليه نقل ملكيه المنشاه من مالك الى مالك اخر، فكتب لنا التعليق التالي في القناه، خلينا نشوفه مع بعض. بيقول: أخي، أنا عندي عقد ورقي أعطوني إياه الشركة بيوم بداية العمل لديهم سنة 2014 ميلادي، وحاليا على رأس العمل. لكن صاحب الحلال باع الشركة لشخص ثاني والشركة نفس الاسم. لكن المشكلة، لا يوجد لدي عقد إلكتروني أو عقد جديد بالكفيل الجديد. هل أضمن حقوقي علما لي 9 سنوات على كفالتهم وأشتغل معهم؟ رجاء الإفادة وشكرا. طيب أخي الكريم، هنا موضوعك هيكون كالتالي. حسب المادة 18 في نظام العمل بتقول: إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين وتعد الخدمة مستمرة. أنت في حالتك هنا بيقول: إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أنت هنا ملكية المنشأة انتقلت إلى مالك جديد، إذا أنت خدمتك تبقى مستمرة. طيب، أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية أو غير ذلك من الحقوق، فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن، يعني صاحب المنشأة القديم وصاحب المنشأة الجديد، الاثنين مسؤولين عنها، تمام؟ ولكن يجوز في حال اتفاق المنشآت الفردية، فقط المنشآت الفردية، ولأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. لو هم اتفقوا ما وافقوا على ما أعطوك أو ما أخذوا منك موافقتك الخطية فكمان لا بأس، ولكن النظام يقول أنهم لازم يأخذوا موافقتك الخطية. ولكن في حالتك هنا، لو تم النقل وهم اتفقوا فيما بينهم او ايا يكن، او في العقود، انه جميع المستحقات والحقوق حقة العاملين تنتقل الى المالك الجديد وما اخذوا موافقتك الخطية، فهذا الشيء ما يضيع حقوقك، برضو حقوقك لا زالت موجودة، تمام؟ وللعامل في حال عدم موافقته طلب انهاء موافقته طلب انهاء عقده وتسلم مستحقاته من السلف. يعني في حال ان هم جو اخذوا موافقتك الخطيه وانت رفضت، فمن حقك انك انت تنهي عقدك وتاخذ مستحقاتك حسب النظام. فبالتالي بالنسبه لحقك انت هنا في سؤالك او في التعليق حقك، انت لك 9 سنوات على كفالتهم وشغال معاهم، فهنا انت حقوقك مستمره محفوظه، ما في اي اشكاليه عندك، تمام؟ ولكن نصيحه مني لك، حاول انك انت تعرف مصير الحقوق هذه ايش، او الاتفاق اللي تم بين المالك القديم والمالك الجديد ايش هو. هل انه المالك الجديد هو اللي حيكون مسؤول عن حقوقكم انتم كعمال، ولا المسؤولية حتكون موزعة ما بين المالك القديم والمالك الجديد؟ فانصحك بانك انت تعرف الموضوع هذا. ولكن كحقوقك بشكل عام هي محفوظة باذن الله، ما راح تضيع، وما حيكون موضوع انه نقل الملكية هذا سبب في ضياع حقوقك. بكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى انه يكون كلامي وشرحي واضح. اذا اعجبتكم الحلقة كالعادة يا ريت تدعمونا باللايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتنشروا الحلقة على اوسع نطاق علشان غيركم يستفيد، وتشاركونا بالاجر. والسلام عليكم.